موقع بوست الذي كشف عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة وعدة وزراء آخرين، ذلك تزامنا مع حراك يتعلق بتفاصيل خارطة السلام في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر قولها أن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبد الملك، وهم سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل والقائم بأعمال وزير الاتصالات. وبحسب الموقع بوست، فقد أشارت المصادر إلى أن أبرز المرشحين هو وزير المالية سالم بن بريك، والذي يعد المسؤول على المنحة السعودية المقدمة لليمن منذ سنوات، لافتة إلى أن الشخصيات الثلاث لا تزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الاختيار لم يحسم بعد.